اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل قلب بكروشيه بطريقة سهلة وبسيطة، شكله مختلف. نشتغل عقدة البداية، بعد كده نشتغل 29 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 نسيب الغرزة اللي فيها الإبرة وندخل في الغرزة اللي بعديها على طول، هنشتغل فيها غرزة حشو. واللي بعديها كمان هنشتغل فيها غرزة حشو. والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها برضو غرزتين حشو كده. 1 كده 2 هروح في الغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزتين نص عمود كده. 1 في نفس المكان هدخل واعمل غرزة نص عمود كده. 2 وهروح برضو للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة نص عمود. 1 في نفس المكان هدخل واعمل كمان غرزة نص عمود كده. 2 يبقى اشتغلت هنا في غرزتين سلسلة، عملت في كل واحدة 2 حشو. برضو اشتغلت في غرزتين سلسلة، عملت في كل واحدة 2 غرزة نص عمود. بعد كده هشتغل 14 سلسلة، هعمل في كل غرزة سلسلة 2 غرزة عمود بلفة. كده اول غرزة، هروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده تاني غرزة، واللي بعديها هشتغل فيها 2 عمود بلفة. كده تالت غرزة، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده رابع غرزة، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده خامس غرزة، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 6، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 7، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 8، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 9، والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها برضو 2 غرزة عمود بلفة. كده 10، واللي بعديها اشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 11، واللي بعديها اشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 12، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 13، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده 14، اشتغلت 14 غرزة، فعملت في كل غرزة 2 غرزة عمود بلفة. هروح للغرزة دي وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة،
هشتغل سلسلتين، وفي نفس الفراغ اللي انا عملت فيه غرزة العمود بلفة هدخل فيه واعمل كمان غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل في 4 غرز، هعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة كده، 1 كده 2 كده 3 كده 4 هروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة، 1 في نفس المكان هدخل اعمل كمان غرزة يبقى كده 2، هشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول 3 غرزة عمود بلفة، 1 نفس المكان هدخل واعمل كمان 1، في نفس المكان هدخل واعمل كمان 1، اروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة، 1 في نفس المكان هدخل كمان 1، في نفس المكان هدخل واعمل كمان 1، هروح للغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود كده، 1 في نفس المكان هدخل واعمل غرزة نص عمود كده، 2 بعد كده هشتغل سلسلة واروح عند اخر غرزة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هقص الخيط الزيادة وقصيت الخيط وسبت فتلة طويلة، هبتدي ألمها على بعض من الناحية التانية اللي هي مش فيها الخيط، يكون معايا بالشكل ده كده. قلب بسيط وسهل قوي بالكروشيه وطريقته سهلة وبسيطة. نسيبنا الخيط ده من ورا عشان هنلضم فيه إبرة، وهنخيط الطبقات في بعضيها. هلضم ابرة التنظيف واخيط الطبقات في بعضيها واريكم الشكل النهائي هيبقى ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما خيطت القلب من ورا وثبته بالخيط، يكون معانا بالشكل ده كده، قلب بسيط وجديد بالكروشيه، ممكن نزين بيه اي حاجه وما بياخدش وقت. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.